بعد أداء رائع ومهرجان للفرص الضائعة وتحكيم مهزوز، الأهلي يكتفي بثنائية فقط في شباك سيراميكا كليوباترا لكهرباء ووليد سليمان وتصدر ترتيب الدوري العام المصري. كابتن ماهر ألف مبروك للنادي الأهلي. مبروك كابتن أيمن، مبروك كباتن، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي وجمهوره وجهازه ولعبته طبعا على الأداء اللي أدوه في الشوط الثاني يا أيمن، والفرص اللي أنت اتكلمت عليها. يمكن كان في 7 فرص في الشوط الأولاني و11 فرصة في الشوط الثاني، منهم هدفين جمال. بنحيي طبعا الشوط الثاني الجهاز الفني على التغييرات الهجومية المؤثرة اللي عملت شكل إيجابي، وال11 هجمة المنظمة ومعظمها يمكن من العمق. شفنا النهارده يمكن ال1 2، شفنا ال1 2 و1 2 3، يعني كان في نماذج من الاختراقات النهارده في الثلث الأخير، وده بيرجع لإبداع لعيبه النادي الأهلي في الحالة الهجومية والتغييرات اللي عملها مستر موسيماني. كابتن شريف ألف مبروك النادي الأهلي، فوز مستحق وأداء رائع. الحمد لله، زي ما اتكلمنا كده قبل المباراة إن فرقة سيراميكا فرقة حقيقة عندها سرعات وعندها إمكانيات إنها تبقى موجودة جوه الملعب. أنا بشكرهم على الأداء اللي هم كانوا فيه النهاردة، خلوا لعيبة النادي الأهلي الحقيقة القيمة والقامة اللي هي فيهم تطلع. اللعيبة بتاعت النادي الأهلي أنا بحترمها النهاردة وببارك لها، بقول لهم انتوا النهارده ادتوني الاحساس بالبطوله بتاعت الدوري. تقالي الشوط الثاني ده من احسن الاشواط اللي قدمها النادي الاهلي الفتره الاخيره. انا من فتره كتير انا ما شفتش النادي الاهلي بهذا الجمال بهذه التحركات. طلبنا في الهاف تايم احنا قاعدين بنتكلم شكل الهجوم المثلث الهرمي اللي هو موجود، يبقى في مساعدات لبواليا او دخول احد العناصر اللي هي ذو الخبره زي قفشه وكهربا ووليد سليمان، ودخل محمد شريف كمان، فاكتملت العناصر. خدت بالك الفرديات اكتلم الشكل. قفشه بصراحه لعيب على مستوى عالي جدا، ازاي بياخد الكوره وازاي بيبص ناحيه المرمى وازاي بيوصل اللعيبه في سرعتها، ازاي في ثقه كل واحد في امكانياته، ما تهزوش خالص. دفاع النادي الاهلي النهارده على راس وبانون خدت بالك عمل كل التامينات لوسط ملعب النادي الاهلي، عمل كل الباك اب، يعني خلاهم ما يحسوش باي مشكله جايه عليهم من سرعات فرقه سيراميكا. كل الفرقة أنا بحقيقة النهاردة زي ما قال ماهر بالجهاز الفني، من تغييرات، من تركيز في كل عناصر اللعبة النهاردة. أنا بعتبر المباراة دي بداية ورسالة لجميع فرق الدوري العام وجميع فرق أفريقيا، هذا هو النادي الأهلي. كابتن أسامة ألف مبروك للنادي الأهلي، فوز مقنع وأداء مميز جدا وبخاصة في الشوط الثاني. مظبوط، مبروك طبعا لكل جماهير النادي الأهلي وكل من يرتبط بالنادي الأهلي. شوط تاني شوط رائع، واحنا يمكن قبل اللقاء يا ايمن كلنا اتفقنا قلنا ان دكه الاحتياطي او البدلاء في النادي الاهلي هيعملوا الفارق مع الوقت، وده اللي حصل فعلا الشوط التاني. ويمكن كلنا كنا متفقين ان في بدايه الشوط 2 هينزلوا من 3 قفشه، كلنا كنا متفقين عليه وكنا بنقول البدايه هتبقى بكهرباء او شريف، وده اللي حصل فعلا من مستر موسيماني، نزل قفشة وكهربا ثم تبعهم بشريف. وطبعا وليد جاب جون رائع بس يمكن نزل اخر 3 4 دقايق، لكن الثلاثه نزلوا عملوا فرق كبير رغم الجهد اللي عمله فرقه سيراميكا. لكن النادي الاهلي الشوط الثاني حاجتين فرقوا معاه كتير جدا، نزول اللعيبه دي زي ما قلنا كان محتاجين جدا حد قريب من بواليا اللي هو قفشه، ما كانش بادئ الشوط الاولاني، وليد سليمان كان بنلعب بثلاثه ارتكاز فكانوا بعاد شويه، وهم كمان كانوا لسه بكامل قواهم البدنيه فكانت العمليه مقفوله شويه، رغم ان الشوط الاولاني برضو احنا ضيعنا اكتر من فرصه. صح. الشوط الثاني بنزول المجموعه ديت كهربا وقفشه تبعهم محمد شريف ثم اخيرا وليد سليمان، مع الجهد البدني ابتدى يقل شويه عند فرقه سيراميكا من كتر كميات الجري والضغط اللي كانوا بيعملوها، فمساحات اتفتحت مع لعيبه مؤثرين ومهاريين في النادي الاهلي، قدروا برؤيه كبيره جدا يجيبوا جونين واضاعوا اكتر من على الاقل في 10 اربع لا الفرص اللي هي نص يعني بين وبين كتير، لكن انا بقول على الفرص المؤكده ما يقلش عن 5 فرص مؤكدين، في واحده علي معلول انفراد كامل حطها فوق العارضه،
في واحده علي معلول عملها بالعرض البواليا حطها بوش رجله فوق العارضه، في واحده الكهرباء من بواليا رقص فيها وحطها عامر طلعها. يعني في اربع او خمس فرص لا غبار عليهم، غير شريف. واحده بتاعت شريف اللي كان المفروض يرقص وحطها في ايد عامر. ده غير بقى الفرص اللي بنقول عليها ايه 50-50، لكن الفرص دي كانت مؤكده. فالشوط الثاني فعلا من الاشواط الجيده جدا للنادي الاهلي، وبحيي اللعيبه والجهاز على التغييرات اللي حصلت، وكل اللعيبه حتى اللي ابتدوا الماتش بذلوا جهد كبير، فمش عايز انتقص من حد، لكن التغييرات عملت تاثير كبير في الشوط الثاني. صحيح. كابتن عادل، مبروك للنادي الاهلي، وزي ما قال كابتن اسامه فعلا التغييرات صنعت الفارق في الشوط الثاني، وشفنا سيطره كامله من النادي الاهلي واهدار بالجمله الفرص عديده، وشفنا في نفس الوقت ان الاداء البدني اثر على فريق سيراميكا كليوباترا بالمجهود اللي عمله الشوط الاول، وكمان شفنا الفوارق البدنيه بين سيراميكا كليوباترا والنادي الاهلي. هو واضح ان موسيماني اراهم كويس، ويمكن احنا اتكلمنا في البدايه قلنا انه بيلعب بثلاثه ديفندر المباراه دي، وفي ليه موجه ثانيه من الحته الهجوميه الناس اللي عنده بره. ففرقه سيراميكا كليوباترا حقيقه يعني الخبرات عندها، الخبرات اللي هي التكتيكيه عندهم ضعيفة شوية، بدليل ان هم جريوا كتير قوي الشوط الاولاني، ما نظموش نفسهم في اللياقة البدنية. فانت عارف الجري الكتير بتاع الشوط الاولاني اصبح الشوط الثاني متسيد، النادي الاهلي متسيد الملعب كاملة. ولكن في حاجة مهمة عايزين نتكلم فيها تكتيكية، يعني اول حاجة ان نزول مجدي قفشة في الحتة اللي هي تحت المهاجمين اللي هي 4-2-3-1 اللي بيلعب فيها مجدي قفشة، دي 10 اللي انت بنتكلم عليها، دي اكتر حاجة تتعب اي فرقة عندها حماس ولكن ما عندهاش تكتيك زي سيراميكا كليوباترا، لانه ده بيبقى فاضي دايما. ليه؟ لانه هو بيعمل زون ديفنس، وبعدين الجري الكتير اللي عمله الشوط الاولاني مخلوش الردة بتاعته، حتى ما راحش بهجم على الجون الا واحدة ولا اتنين، مسك الكرة كده في اول 10 دقايق من الشوط الثاني كانت اخر نفس عنده. ده مجدي قفشة. الحاجة الثانية محمود كهربا وخبراته العالية خليته ياخد ما ورا ما بين الباك رايت عندهم رجب بكار والسرد باك بتاعهم، لان في الحتة اللي يعني اللي هي بتاعت رجب بكار وطارق سامي، الحتة دي كانت فاضية، كهربا كان بياخد منها. حتى الجون الاولاني بتاع كهربا جه من عنده من الـ من الـ من المكان ده. علشان كده بقول لك ان النادي الاهلي مبروك كسب 2، ولكن اهدر اهداف كتير قوي. اتمنى ان مستر موسيماني يفكر كتير قوي في حته اهدار الاهداف دي بتمرين فردي، حاجات كتير يعني، وممكن يعرف يعملها ازاي باي طريقه. ولكن انا بقول لك ان كل الفرق لو احنا نفذنا يعني او احرزنا الاهداف هنفتح المباراه من بدري. ولو انت احرزت الاهداف بتاعت الشوط الاول الثاني كنت زمانك بقت 7-8. وليه لا تكسب 7-8؟ هي دي المشكله اللي من وجهه نظري اللي متواجده دلوقتي. عندك عدد من اللاعبين هايلين، عندك مجموعه كويسه تكتيكيه، لكن عندنا حته اهدار الاهداف. اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي يفكروا زي ما بدايه الدوري ما قلنا، جبنا في 3 مباريات جبنا 10 اهداف لو احنا فاكرين، ودخل فينا هدف واحد. لكن انا اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن ايمن ان لو فكرنا كويس هتبص تلاقي كان زمانك دلوقتي وصلت للهدف ال20 او ال22 في الدوري. صح. ودي حاجه مهمه جدا متخلي اي فرقه قدامك تعملك حساب جامد، رغم ان هم بيعملوا حساب ليك، ولكن حته تضييع الاهداف بتصعب المباريات على النادي الاهلي. صحيح. كابتن ماهر، عايز اتكلم مع حضرتك على التنظيم الدفاعي الجيد للنادي الاهلي ووجود بدر بنون في خط الدفاع. انا حاسس النهارده انه مدي تقل جامد جدا لخط دفاع النادي الاهلي، ومدي ثقه كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي. انقداد هايل، توقع كويس قوي، تمركز جيد جدا. اسمع من حضرتك الاجابه، ولكن هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن شوقي، وارحب بيك طبعا في البدايه، وارحب بكل مشاهدينا. مباراه صعبه وهدف ملغي وامور كتيره جدا، هنتكلم طبعا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد،
الكره جون يا كابتن سيد، وممكن واضحه بشكل كبير جدا يمكن اللي احنا شفناه على الخطوط، لان حقيقه النادي الاهلي في الهدف بناخد حقنا، عايزين حقنا بس مش عايزين اي حاجه تانية. طب قيمك للمباراه ايه؟ ومبارك لك وبارك لكل اللعيبه. الحمد لله طبعا، يعني الحمد لله على الفوز، وفرقه احنا عارفين كويس قوي انها تبقى فرقه يعني من الفرق المنضمه للدوري الحديث بس كمان او الدوري الممتاز، بس عامله فرقه كويسه جدا وعلى المستوى الاداري رائعين جدا. انا بشكرهم اولا على لفته طيبه جدا جدا عملوها في قبل اللقاء، يعني بتدل على كمان على مدى احترامهم وتقديرهم للنادي الاهلي. يعني كان في حاجه كده في الالوان بتاعه التيشيرتات والشورتات، هم كمان رغم ان هم زيهم الاساسي يعني احمر او نبيتي في اسود، وكان احنا الشورت بتاعنا الثاني اسود، فيعني بشكرهم الصراحه كاداره وكجهاز فني، ان كابتن معتز وكابتن هيثم، يعني الناس عملوا لفته في منتهى الروعه. يعني الحمد لله على المكسب، ودي كانت مباراة زي ما قلت كانت مباراة من المباريات الصعبة ومباراة المهمة في بداية المشوار. بس الهدف، ويمكن بنتكلم على الهدف لان حقيقة النادي الاهلي، انا اكتر واحد كنت اتمنى ان الهدف ده يبقى اوفسايد، اكتر واحد كنت اتمنى الهدف ده يبقى اوفسايد. ليه؟ لان لو الهدف ده سليم 100% لا يبقى في مشكلة مع كابتن محمود دسوقي. كابتن محمود دسوقي ده هو اللي قاعد على الفار، يعني موجود بقاله 4-5 ماتشات معرفش، يعني معانا احنا كل الماتشات، يعني كان معانا في مباراه الاتحاد، كان معانا في مباراه المقاصه برضو اتلغى هدف في مباراه المقاصه، كان هو برضو اللي على الفار. النهارده قاعد الفار، اتمنى ان الهدف ده ما يكونش صحيح، اتمنى، لان لو الهدف ده صحيح لا يبقى في حاجه مش يعني في حاجه لازم نتساءل عليها. يعني انت في 3 ماتشات بتغلط مرتين في هدفين، طب افرض دلوقتي سيراميكا رجعت في المباراه وانتهى المباراه او انتهت المباراه 1-1، يعني اتمنى ان الهدف، انا اكتر واحد في مصر دلوقتي اتمنى ان الهدف ده يكون تسلل فعلا، لان لو مش تسلل هتبقى فيها مشكله كبيره. يعني محمد شريف في مباراه المقاصه جاب هدف تاني مفيش اي حاجه خالص، وكابتن محمود سوقي وهو قاعد على الفار، ده مش قانون. يعني انا بتكلم ممكن يبقى حته تقديريه حته قانونيه، لا انا بتكلم على رؤيه بقى، على عين كل مصر كلها بتشوف حاجه. اتمنى بس يا رب ان الهدف ده يكون تسلل، لان لو مش تسلل هتبقى الامور صعبه جدا. يعني عندي مشكله في 3 مباريات يعني بيتسبب فيها حكم واحد، يعني انا برضو مش بتاعتي وما بتكلمش فيها، لكن يعني ما هو مش منطقي برضو ان انا في 4 مباريات أو 5 مباريات يجي لي نفس الحكم في الفار. يعني في مباراه الاتحاد في اسكندريه هنا في السويس، ومباراه المقاصه، والمباراه النهارده، حتى كابتن حسام عزب في مباراه دجله. يعني الفار اللي انا افهمه واللي اعرفه واللي الناس كلها عارفاه في العالم كله، لو الحكم عدت عليه حاجه او كان عنده شك في حاجه، يا بيحسب وبعد كده بيتاكد، يا ما بيحسبش وبعد كده بينفذ. ده اللي انا اعرفه. في مباراه وادي دجله كان عندنا ضربه جزاء صحيحه 100% لبيكم، لكن على المستوى الشخصي اتمنى ان اكون تسلل، لان هي لو مش تسلل لا يبقى في حاجه مش يعني في حاجه كده، يعني انا مش هبقى مبسوط بيها الصراحه ولا اي حد. انت في مباراتين في نفس الراجل او نفس الحكم اللي قاعد على الفار يغلط في جولين بعد ما بنقعد 5-6-7 دقايق، يعني ما بنقعدش مثلا في ثانيه في لحظه. اتمنى يا رب ان يكون تسلل، اتمنى كده، لان انا كسبت الحمد لله النهارده، لكن لو ما كسبتش النهارده ولا حاجه وكان الحكم وكان الجول ده مؤثر بشكل ان هو مثلا يرجعني في المباراه او يخليني اتعادل، كانت هتبقى مش ظريفه الصراحه. يعني كان كابتن سيد مكاسب عديده اكيد بالمباراه مع الاهداف ومع طبعا الغاء الهدف، لكن بتشوف المكاسب ايه؟ كهربا مره الماتش الرابع على التوالي بيحرز 4 اهداف، محمد شريف بينزل، ولتر بواليا كمان النهارده والدفع بيه في اول مباراه. يمكن الراجل معدي مرحله الانسجام، وان اللعيب لازم ينسجم، راجل ليه رؤيه، اللعيب ده يلعب في الماتش ده يلعب في الماتش ده، وراجل اجاد بشكل كبير جدا. بص يعني هرجع اقول لك برده في حسابات فنيه في اللقاءات، يعني جول بيفتح اللقاء على الاخر، يعني زي ما انت شفت احنا جايبين جول في الدقيقه 80 تقريبا، يعني جول كهربا في الدقيقه 80، الجول الثاني اللي ما اتحسبش كان في الدقيقه 87 او 88، الجول الثالث في الدقيقه 92. هي المباراه دي كده يعني بتبقى محتاجه، فعشان كده احنا دايما بنتكلم بالراحه ومن غير اي انفعالات ولا هجوم ولا تحميل على حد ولا حاجه خالص، لكن هي الفار بيساعد الناس ان كل واحد ياخد حقه. 2 حسابات الفنيه، يعني الحسابات الفنيه التفاصيل الصغيره اللي الناس ما تحسش بيها، التفاصيل دي بتديك بطوله. يعني ممكن تجيب جول من اوت مثلا، تمام، يعني ممكن تجيب جول من كورنر، ممكن تجيب جول من ضربه ثابته، مش بيحصل في العالم كله، بتحسب بطولات وانجازات وتاريخ. يعني انت لو تغاضيت على ديت ولا حاجه تمام، فبالتالي ممكن تبقى في تاثير على حقوق الناس. يعني فالمباراه دي كانت محتاجه هدف يفتح اللقاء بشكل كويس، لكن برضه هرجع اقول واثني على اداء سيراميكا كليوباترا، مش قلقانين ولا راهبين الموقف، بالعكس بيقدموا كره جميله جدا 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 في اطار محترم جدا، مكونين حاجه يعني اعتقد ان هي لو مقصوده على المستوى الاداري تبقى حاجه نموذجيه كمان، ان هم يجيبوا 5 من فريق واحد من مصر
مصر المقاصة، يعني اعتقد لو هي مقصوده تبقى نموذجيه، ان انت تجيب ناس بدل ما تجيب من كل فيلم اغنيه زي ما بيقول، انت بتجيب خمسه عارفين بعض كويس، فاهمين بعض، متجانسين في فرقه واحده، عندهم يعني فكر قريب من بعض من كتر المباريات اللي لعبوها. لو دي مقصوده انا بحييهم على القرار يعني. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. فوز مهم اكيد يا كابتن ايمن، وزي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ويمكن كمان احنا هنقول، يعني النادي الاهلي بيطالب بحقه، يعني الفار وتركيزه بيبقى شيء مهم جدا. فرصه هدف ممكن يضيع بطوله، يضيع مباراه. الهدف يمكن النهارده فتح المباراه بشكل كبير، لكن يا رب ان شاء الله الايام القادمه والمباريات القادمه الفار يكون مركز بشكل كبير جدا مع كل الفرق وليس النادي الاهلي فقط. لكن بما اننا في مباراه مهمه زي مباراه اليوم مع الاهلي وسيراميكا كليوباترا، كنا بنتمنى النادي الاهلي النهارده يكون كالعاده بياخد حقه بشكل كبير، لكن اكيد اخطاء الحكام كثيره جدا والاخطاء وارده جدا بشكل كبير. لكن يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. ببارك لكل اللعيبه باذن الله ان شاء الله القادم يكون افضل وكل انتصارات للنادي الاهلي. عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شلبي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. ويمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم عن الفار، وانا عايز اقول حاجه بمناسبه الفار. الفار اصلا مش وجهه نظر، الفار مش عمليه تقديريه، الفار انت قدامك صوره والصورة باينة يا يا لا. ده حتى لما تجاب الخطوط بان ان الكرة مش اوفسايد. طب انت خدت قرار بناء على ايه؟ يعني دي مش تقديرية، دي مش حاجة تقديرية راجعة لك. وايه كل الوقت ده كمان؟ لا سيبك من الوقت، ماشي، هو عشان يتأكد بنسبة 100% مليون المية، انما انت اصلا العملية دي مش عملية تقديرية بالنسبة لك ولا وجهة نظرك. امال احنا عاملين الفار ليه؟ يبقى انت يعني انا عايز اعرف ايه الفرق بينك وبين حكم المباراه اللي على الفار ده؟ ايه الفرق بينه وبين حكم المباراه اللي جوه الملعب؟ حاجه تانية كمان، يمكن الكابتن سيد تناسى او نسي وما رضيش يكمل كلامه على حكم المباراه نفسه. حكم المباراه في اوقات كتير جدا كان مهزوز في الملعب، حكم المباراه كان في اوقات كتير جدا مستفز للاعيبه النادي الاهلي. مش مهزوز بس، الكوره اللي خد فيها محمد الشناوي انذار ده لانه الحكم استفز محمد شناوي، لان كانت اصلا هاند بول على فريق سيراميكا وكان لازم اللعيب ياخد كارت اصفر، ولكن محمد الشناوي الوضع الطبيعي ان انا كلاعب عايز حقي في الملعب، انت مش مديني حقي، فانت كمان جاي عليا، وانت اللي خليتني، انت اللي استفزتني وانت اللي اثرتني وخليتني اطلع بالكلام دوت، وبعدين جاي تديني انذار. كابتن ايمن، الحكم اولا لامتى هيجيبوا حكام بتتعلم في النادي الاهلي؟ ده بيجربوا فينا. اقول لك حاجه مهمه قوي، دلوقتي في موضه في الحكام انك تبقى قوي على النادي الاهلي هيقولوا عليك حكم جريء حتى لو انت فنيا ضعيف. اولا الحكم فنيا، انا اول مره اتكلم على التحكيم، حكم فنيا ضعيف جدا، شكله ما لعبش كوره او شكله مش فاهم الموضوع، لان الكره التعطيل اللي جت في ايد الجون اللي بيمسكها الهاندبول اللي انت بتتكلم عليها دي اولا قانون، ده انذار. خلي بالك كمان ده ايه؟ ده تعطيل انذار، ده بناء هجمه. يعني ولمس الكره بالايد انذار كمان. يعني اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن ايمن ان الحكم كمان مش فوتبولر، يعني الراجل الماتشات الاهلي بالذات، اهلي زمالك الانديه الكبيره لازم يجيبوا حكام متمرسين، حكام كبار، حكام بيشتغل، لانه في ضغط عصبي على الحكم، في فرقه كبيره بتلعب في الملعب، في حتى الفار بره لازم يجيبوا ناس بالذات الفار اكتر من الحكم في الملعب، لانه الصوره دي لو فعلا لو اتشافت كويس ان هي مش اوفسايد يبقى في تعمد. الكابتن سيد ما رضاش يقولها، كان هو في تعمد عدم احتساب الجول للنادي الاهلي. طالما انت شايف حاجه بعينيك وتغيرها يبقى ده فيها تعمد، انت فاهمني؟ هو صاحب القرار سيد، مش الحكم. هو صاحب، لا هو اداله ليه؟ انا اقول لك حاجه، انا شفتها، انا لا شفتها، لا الهدف ده صاحب. بص يا كابتن، انا شفتها الاثنين بيتكلموا مع بعض، انا يمكن انت كنت جنبي يا كابتن، قاعد يتكلم، عارف بيقول له ايه؟ نفسي اعرف. اقول لك انا من وجهه نظري، بيقول له الكره انا شاكك فيها ومش عارف احسمها، تعال احسمها معايا. هو اللي هيحسمها، رغم انه ما يحسمهاش، لكن ضعاف المشكله في لجنة الحكام، لازم لجنة الحكام تفهم حاجة مهمة. كابتن عادل، أنا عايز أقول لك حاجة بس بخصوص حتة التحكيم وحتة الفار ديت. أولاً في الهدف اللي هو بيبقى فيه شك من تسلل، الحكم ملوش رأي. عارف يا كابتن، المكان يعني حتى الفار
هو اللي بياخد القرار وبيعمل الخطوط ويقول له هو من بره هدف او تسلل. اي قرار مكاني او خطوط دي بتاعه الفار، الحكم ما يجيش فيها. الحاجات البنالتي اللي هو فيه ضرب او تاكلين او اي حاجه الحكم ممكن يجي فيها، لمسه اليد الحكم لازم يجي فيها، ولكن الخطوط بالاوفسايد الحكم ايه؟ الحكم المفروض ما يجيش والفار اللي يدي. ولكن هم قعدوا يتكلموا مع بعض، عارف يتكلموا مع بعض قد ايه؟ ده يقول له ايه؟ طب نعمل، اقول لك انا حسبوها ازاي؟ قال لك لو حسبناها جون وممكن في شك ان هي تبقى اوفسايد تبقى مشكله، لا نيجي على النادي الاهلي نعمل ايه؟ النادي الاهلي ما بيتكلمش، النادي الاهلي كسبان. بص الفكر بتاعه، النادي الاهلي كسبان النهارده فما حسبهاش. عايز اسالك سؤال، قال لك ما حسبهاش احسن. الكره دي يا عادل وايمن وكباتن العادين، الكره دي ولا كره مروان محسن يوم الوداد هنا؟ بالظبط. يعني انا بص انا عايز افهمك حاجه، ادي شوف الكره دي عامله ازاي يا اسامه، عشان ده الفار افريقي، ده فار، خدت بالك؟ كلنا وقفنا قدام كره الوداد وما حدش فينا علق، لو حسبها اوفسايد حتى ما كناش هنقدر نتكلم، انما الناس بمنتهى الشفافيه الراجل اداها جول مع ان اللاين مان ايه؟ ميدي اوفسايد. مشكله يا كابتن، مشكله في هنا، فرق كبير قوي شاسع. فين الحاله دي والحاله اللي واحد قاعد يكلم الحكم اللي ملوش راي فيها لان هو زيه زينا، استفزاز الحكم للاعبين واللعيبه اللي هي حوالين الحكم دي بتقول له ايه وهو سامح لهم، قاعدين بيتناقشوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض. عارف انه انذار، ما تخافوش ما تخافوش الوقت اهو معايا، وقاعد يحسب كل شويه، قاعد يحسب كل شويه، واستفزاز للاعيب النادي الاهلي واستفزاز الفانيلا الحمراء، استفزاز لجماهير النادي الاهلي. الى متى؟ نستأذنكم نروح سريعا لملعب مباراة وزميلنا كريم احمد ولقاء مع محمد شريف. بجد تحليلك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي مبروك، مباراه مهمه ومباراه صعبه على فريق النادي الاهلي، لكن بالجديه والحماس والتركيز الكبير اللي بنشوفه من لعيبه النادي الاهلي بنحقق 3 نقاط مع الاداء. محمد شريف واحد من نجوم النادي الاهلي اللي لسه منتظرين منه اكتر من كده كمان. يا شريف مبارك لك، بتجتهد بشكل كبير، مركز بشكل كبير، هي فرصه بتيجي ودي من مميزات محمد شريف، الفرصه بتيجي بتستغلها بتحرز هدف وفي وقت قليل جدا. مبروك يا محمد ومبروك لكل لعيبه النادي الاهلي، هم دول لعيبه النادي الاهلي. حبيبي ربنا يخليك، طبعا الحمد لله على المكسب، ماتش صعب جدا بره ملعبك فريق سيراميكا، يمكن فرقه صاعده لكن عندها لعيبه كويسه، عملوا تدعيمات كويسه، فطبعا الماتش كان صعب جدا، كنا محتاجين جدا المكسب ده لان احنا ماتش وادي دجله اللي فات كان في تعادل، فكان لازم نكسب. النادي الاهلي طبعا ما ينفعش يتعادل ولا يتعثر مرتين ورا بعض، فكان ماتش مهم بالنسبه لنا والحمد لله على 3 نقط. الفرقه دي يمكن عندها رغبه وعندها تركيز كبير، واكيد بيتسو موسيماني اتكلم معاكم في الامر ده سواء في المحاضره الفنيه الاخيره في فندق الاقامه، الراجل اهم كلامه معاك يا شريف ومع كل اللعيبه ايه؟ بص هو ما فيش ماتش في الدوري سهل، كل الماتشات صعبه، بتلعب فرقه كبيره زي فرقه صغيره، كل الماتشات كل فرقه بتلعب ضد النادي الاهلي بتبقى عايزه تموت نفسها وتطلع كل اللي عندها، فاحنا واخدين الخطوه اللي جايه مرحله مرحله. خلصنا الماتش النهارده، بنركز على الماتش الجاي ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نواصل الانتصارات باذن الله دايما. ايه اللي دوافع اللعيبه يا محمد ومتركزين الشيء ازاي مع لعيبه النادي الاهلي؟ اللعيبه بتقعد تجتمع مع بعض، عندنا مرحله مهمه نحافظ على بطوله دوري ابطال افريقيا، بطوله الكاس، بطوله الدوري، ده حمل كبير عليكم، ولكن انتوا لعيبه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي بتحقق كل البطولات. اكيد طبعا احنا بنقعد مع بعض وبنجتمع مع بعض، يا جماعه احنا بنلعب باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي اي بطوله بيخشها لازم يكسبها، اي ماتش مش اي بطوله، اي ماتش حتى لو ودي لازم احنا بنلعب باسامينا وبنلعب باسم النادي الاهلي، فلازم يبقى في شكل كويس للفرقه. بس من مميزات بيتسو موسيماني معاك انت تحديدا يا محمد، بتلعب هاف، بتلعب فيرود، بتأدي بشكل كبير جدا ومميز جدا، وكمان حته فيرود دي انت بتجيد فيها بشكل كبير، الراجل بيطلب منك تعليمات معينه انت تأديها عشان كده بتبدا تحرز اهداف وبتحقق الاداء المميز ده؟ والله هو حسب كل ماتش، انا بقالي ماتشين، يمكن ماتش وادي دجله وماتش بتاع افريقيا الاخير ما كنتش بلعب فيرود، فكان بيلعبني وينج، فالنهارده نزلني فيرود، فهو انا ما عنديش مشكله يلعبني هنا يلعبني هنا، انا تحت امره يعني. جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه مساند ومدعم وفرق فريق النادي الاهلي، لكن لسه الفتره اللي جايه مهم، عندنا تحديات كبيره جدا يا شريف، عندنا كاس عالم، عندنا افريقيا خلاص ومجموعتنا خلاص يمكن اتحددت، وده امر مهم جدا محتاج منكم تركيز كبير الفتره اللي جايه. طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر نسعد جمهور الاهلي ونحقق كل اللي هم عايزينه باذن الله ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. بنبارك اكيد من جديد لمحمد شريف وكابتن سعيد عبد الحفيظ وكمان بقى النجم الكبير اللي ان شاء الله باذن الله مجهوده يكون اكبر من كده مع فريق النادي الاهلي ويكون موافق ان شاء الله. اكرم مبروك يا اكرم، هم دول لعيبه النادي الاهلي، قتال وجديه وحماس بشكل كبير، الهدف توقيته بيفرق معانا بشكل كبير. الحمد لله على المكسب النهارده، فوز مهم، حابب تقول النهارده اكرم على المباراه؟ الحمد لله رب العالمين، طبعا بشكر اللعيبه وبشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء وعلى النتيجه. موتنا نفسنا كالعاده عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله المزيد من الاداء يبقى احسن من كده، وربنا يكرم يا رب في اللي جاي ان شاء الله.
موسيماني جهز اللعيبه ازاي للمباراه دي؟ لان اللعيبه الصغيره يمكن بلعيبه السيراميكا عندها كوكب مميز جدا، عندها مدير فني، عندهم رغبه وعندهم حماس، لكن انتوا نزلتوا كنتوا مركزين بشكل كبير، جيم مفتوح لكن الهدف فرق معانا بشكل كبير. الراجل حضر لكم نفسيا ازاي في الامر ده اكتر؟ طبعا كل واحد بيبقى حافظ دوره، بنتكلم مع بعض بشكل مستمر، اللي هو دايما طالما انت رحت انا في دارك، لو انا طلعت بره البوزيشن بتاعي مثلا حمدي راح انا مكان حمدي وهكذا يعني. حضرنا نفسيا ومعنويا وخططيا، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا ننفذ اللي بيقول عليه. كل مره بنتكلم على المنافسه القويه جدا في نص الملعب، يمكن عندنا لعيبه مميزه جدا، بيغيب السليه موجود اكرم، بيغيب ديانج موجود اكرم، يمكن دي الميزه ودي المنافسه الشديده، وروحكم كمان يا اكرم مع بعض هي دي اللي بتساعد النادي الاهلي، هو هدف وحيد هو النادي الاهلي ومكسب النادي الاهلي. طبعا يعني احنا اخوات قبل اي حاجه، نتمنى لبعض الخير في اي حاجه، اي واحد يلعب ربنا يكرمه. ما فيش حاجه ان مثلا ان انا عشان ما بلعبش مثلا يبقى اشيل من حد، لا بالعكس انا اشجعه عشان لما العب انا ابقى كويس انا كمان. فالحمد لله يعني اي واحد بينزل بيموت نفسه وبيعمل المطلوب منه، ويا رب يا رب يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. ان ما بتفرقش مع النادي الاهلي مين معاه بقى في بطوله افريقيا في المجموعه، سيمبا، المريخ، بيتا كلاب، لكن خلاص بعد اختيار المجموعه، مجموعه مهمه ومجموعه صعبه، مش هينفع نقول عليها مجموعه سهله، مركزين ازاي في البطوله العشرة، الحلم اللي بيطالب بيه النادي الاهلي بعد البطوله التاسعه؟ طبعا يعني ده اكيد احنا نادي بطولات ولازم كل ماتش نبقى احسن من اللي قبليه، بنركز في كل حاجه، مثلا الدوري بنركز في الدوري. مجموعه طبعا هتكون صعبه مش سهله، احنا بطل افريقيا، نموت نفسنا في البطوله، عندنا كاس عالم نموت نفسنا في كاس العالم وكاس سوبر وسوبر افريقيا وسوبر محلي، تمام، فربنا يكرم ان شاء الله حبيبي. بنشكر اكيد كل كابتن الكبار، فوز مهم جدا اكيد على كابتن ايمن، فريق مميز جدا ومحترم فريق سيراميكا، لكن بالجديه الكبيره وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء اللي بتبان لاخر دقيقه بتحسم كل المباريات. اي فريق بيلعب النادي الاهلي بيلعب البطل، فبيطلع كل اللي عنده بلغه الكوره، لكن التركيز الكبير مع القياده الفنيه المميزه لبيتسو موسيماني المدير الفني النادي الاهلي تحسم مباريات كبيره وتحسم مباريات عديده ان شاء الله يا رب القادم يكون افضل للنادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد، وزي ما احنا شفنا الشوط الثاني اداء ولا اروع من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وظهر فعلا المعدن الحقيقي وروح الفانيلا الحمراء الشوط الثاني بالذات، سيطره كامله زي ما قلنا، مهرجان الفرص الضايعه، استحواذ على الكره. يعني لو جبت لكم الارقام بس ان شاء الله بعد شويه هتلاقي فرق كبير جدا 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 بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا وخصوصا في الشوط الثاني. هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، أرجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. كابتن مار، كنا قبل الفواصل بقى وقبل اللقاءات كنا بنتكلم على خط ظهر النادي الأهلي النهاردة، وجود بدر بنون في ورا وعامل تقل الفرقه كلها. لا جميل، يعني حاجه جميله ومكسب جميل، وطبعا احنا بنحيي لجنه التخطيط على الاختيار الدولي لبدر بنون، لان هي دي الاختيارات اللي احنا مفروض يا كابتن ايمن نبقى من خلال اختياراتنا. بدر بنون في الحاله الدفاعيه عنده شخصيه قويه جدا، عنده توازن بشكل كبير جدا في حتة الرقابة، عنده رؤية، عنده تغطية وميلان على جميع خط أو اللعيبة اللي موجودة معاه الثلاثة اللي بيمثلوا معاه خط الظهر. عايز أقول لك كمان بتحس إنه مصحصح وذكي وبيتوقع بشكل كبير. الحالة الهجومية اللي عند بدر بنون لما بيستحوذ، يعني طبعا بيجيد العاب الهوا كمان بالنسبه للوجبات الدفاعيه، لكن لما بيبدا يستحوذ على الكوره بيبقى عنده انواع الباصات المكتمله، الباص الصغير والباص المتوسط والباص الطويل، وكمان بيجيد العاب الهوا وهو بيهاجم، ممكن يجيب اهداف. بص يا كابتن، دول بعض الفرص اللي جات لنا الشوط الاولاني. بالظبط بالظبط، يمكن دي ثالث او رابع فرصه، يعني من ضمن الفرص اللي فعلا تأثرت بشكل كبير جدا. يعني الضغط اللي عملناه ودي التصويبات يانج من ضمن الحاجات المؤثر بيها فيها يانج بشكل كبير، هي التصويبات اللي خارج ال 18. الحاجه الجميله كمان ده كمان دي الهدف ده التصويبه الثانيه، لكن عايز اقول لك ان الضغط كان واضح قوي،
الجمل التكتيكيه اللي بتتعمل في العمق اللي هي فيها ال1 2 3 بيعملها علي معلول بشكل كبير جدا ويانج، لكن كانت عدم الدقه وعدم التوفيق يمكن اكتر من 6 7 فرص ضاعوا من النادي الاهلي في الشوط الاولاني. صحيح. كابتن شريف لو بصينا على الارقام هنلاقي الاحصاءات على الارقام، النادي الاهلي استحواذ 62% وسيراميكا كليوباترا 38. بص دي برضو من الفرص اللي ضاعت الشوط الثاني. ده بقى من عمليه التغييرات اللي حصلت كابتن ايمن اللي عملت طفره في رؤيه الملعب، وخاصه من وجود مجدي قفشه وتحركات اللعيبه في الامام. مساله الاستحواذ دي اللي انا عايز اقول لك عليها مش مساله ان انا بستحوذ 62%، يعني انا شكلي انا صاحب الكوره انا كل حاجه. الاستحواذ المثمر، الاستحواذ اللي هو الاسيست، الاستحواذ اللي هو بيعمل لي جون زي ما مجدي قفشه النهارده في الاستحواذ في الرؤيه بيعمل باص بيبقى في اتنين رايحين على الجون بتعدي من واحد بتروح لكهربا يجيب الجون الاولاني. ده الاستحواذ بالنسبه لي انا. الاسيست ده الاستحواذ بتاع بنون النهارده انه ما بيعمل 78 باصه فيهم 77 مثلا مفيش تشتيت 77 سليم. بيديها بيبتكر هجمه جديده، بيدي اطمئنان لنص الملعب، بيدي اطمئنان للعيبه كلها. اكلمك على لاعب النهارده لو كان جاب جول كان بقى عالمي، علي معلول. علي معلول بالشكل اللي على طول الانطلاقات اللي بيبقى موجود لغايه خط السته بلاقيه. ده لحضرتك الاستحواذ. ده النيرف. ده المهارات اللي كلم اسامه قال لك انا عندي لعيبه لما نزلت بقى عندها المهارات عملت لي الفرق الكبير. عملت لي الشكل التفوق اللي انا شفته بقى لي فتره ما بشوفتش الجمال اللي انا شفته كله النهارده. اللعيبه عندها احساس من الاول ان هم يقدروا يخلصوا المباراه في اي وقت. بالتحركات. بالتمريرات مش يعني عملوا كل حاجه في الكوره الشوط الثاني. هي حتى الشوط الاولاني لو كان في مجدي قفشه جنب ديانج لو تشوف المجهود اللي عمله بواليا وهو بيعمل الاسيست الاثنين مرتين لديانج حتى بينهم واحده في عند البينالتي. لو في حد غير ديانج جاي في التعب اللي تعبه النهارده هو وحمدي فتحي، والحقيقه المجهود الرائع اللي عمله اكرم توفيق والامتسال ناحيه اليمين، اذا بقى عندك النهارده ما شاء الله كل حاجه موجوده النهارده في الشوط الثاني والشوط الاولاني من امكانيات لعيبه جوه، من جواكر، من لعيبه انا اثق فيها الحقيقه، اثق في الاداء. لما تيجي تكلمني عن المباراه الجايه ان شاء الله هبص للمباراه دي وانا بكلمك هقول يا رب يعني يبقى نص الاداء بتاع النهارده ده اشوفه في المباراه الجايه. بص الكوره بتتلعب زي وان تاتش. الوان تاتش ده شفت علي معلول لسه بكلمك فين؟ علي معلول اللي هو الباك ليفت. حضرتك هو ده الانسايد ليفت دلوقتي. اللي لو حطها في اي حته في نص جون جون، انما هارد لك تتعوض الماتشات الجايه هو هياخد الفرصه دي واكيد هيبني عليها حاجات كتير قوي. الديفنس بتاعنا الوقفه التمركز جدا. حتى اللاعب بتاع سيراميكا الخطا الوحيد شوط الثاني. لا مش على الخطا، حتى اللاعب بتاع سيراميكا لما جات له الكوره مش مهيئ نفسيا ان الكره دي هتعدي. مش مهيئ ان هو يقدر يحرز منها هدف. انما ادي الراجل اهو بيحتك في اول مباراه بيلعبها في مع النادي الاهلي، كل الناس كانت بتتمنى له ان هو النهارده يبقى موفق ويحرز اهداف. هيتوفق بس في المجموعه اللي احنا شفناها النهارده يا اسامه كابتن ماهر يا كابتن عادل، المجموعه اللي احنا اتفرجنا عليها الاساسيه بتاعت الفريق بصراحه اللي هم نزلوا عملوا طفره كبيره قوي. خدوا المباراه واستحقوا المباراه في اجمل شوط انا اتفرجت عليه للنادي الاهلي منذ فتره. صحيح. كابتن اسامه يمكن كان ليك وجهه نظر في التغييرات، وانت قلت في الشوط بين الشوطين ان التغييرات هيكون ليها دور في تغيير اداء النادي الاهلي، وفعلا لو اتكلمنا بقى عن التغييرات بالظبط هنلاقي ان محمود كهربا لما نزل مكان احمد رمضان في الدقيقه 46، ومحمد مجدي قفشه نزل مكان طاهر في الدقيقه 46، فرقوا وصنعوا الفارق من بدايه الشوط الثاني. مظبوط. وبعد كده كمان لما نزل محمد شريف مكان والتر بواليا لان والتر بواليا حس باجهاد، ويمكن ده عادي ممكن يكون اجهاد عصبي فاثر على عضله السمانه، ونزول وليد سليمان ولو انه في يعني توقيت صعب قوي في الدقيقه 90 الا انه كمان كان مؤثر واحرز هدف تاني. مظبوط. يعني احنا لما مخرجنا يجيب لنا الهدف ده بيتعدى على الشاشه سمير يعني ريت يعيد الهدف ده، جول كهربا الاول، جول كهربا ريت يعيده عشان نجيبه من الاول. بص ادي مجدي قفشه، ادي الحاجات المؤثره وعاملها في صروف العمق لمحمد شريف بين السردباكين، وكهربا مكمل من ناحيه اليمين وحسين الشحات مكمل من ناحيه الشمال. صح.
كهربا بالحس اللي هو توقع ان ممكن حتى لو شريف جات لشريف وحطها ممكن ترد من الجون، متوقع ان ممكن تروح له هو، لكن يمكن مجدي قفشه كان قاصد شريف، لكن شريف ما الكره ما لمستش بس عدت لكهربا حطها بكل سهوله لان كهربا هداف يعني. كويس ان ما لمستش شريف. ماشي بس هو ما كانش اوفسايد. لا ما كانش اوفسايد. بس كان ممكن تغير اتجاه. ومش عارف هم وقفوا ليه بعد الهدف ده، خدت بالك فتره برضه وقعد يكلم في الفار وكان ما اعرفش. فتمريره بينيه في العمق هايله وتكمله كبيره جدا من الثلاث فراوده بتوعنا. برافو عليك. وبعدين في خطا طبعا من فرقه من ديفنس اللي بيجرب وشهم على الجون، يبقى ده موقف خاطئ انه الفيرويد بيروح على الجون بوشه ماشي، لكن المدافعين كمان بيجروا وشهم. لكن رؤيه، خلي بالك هنا كمان يا كابتن اسامه الزياده العدديه لهجوم النادي الاهلي. طبعا طبعا رؤيه كويسه جدا من مجدي قفشه، هي دي النقطه اللي كنا بنتكلم عليها. صح. في الشوط الاولاني. صح. كان في فجوه بين بواليا والراجل اللي تحته، لان كنا بنلعب حمدي فتحي امام المدافعين ويمينه ديانج وشماله اكرم توفيق. ففي فراغ بيتحرك فيه توني وكوامي مونسو اللي هو الاسمراني بتاعهم، ما كانش في حد قريب يقدر يمرر للناس اللي قدام. فطبعا دي قيمه التغييرات، واحنا قلنا يمكن من بدايه اللقاء مش من بين الشوطين كلنا اتفقنا انه دكه الاهلي قويه هيقدر يغير بيها الراجل. مزبوط. وقلنا اربعه تحديدا هو اللي نزلوا، قفشه، كهربا، محمد وليد. شريف، وليد. صح. وليد طبعا نزل كمان جاب الجون رغم انه لعب 3 4 دقائق، لكن الباقي زي ما قلنا انه الفرقه عامه بذلت جهد كبير، يعني واحد زي علي معلول، بدر بنون، حتى بيكم وبواليا عمل دور ممتاز جدا. ويمكن لو كان قفشه او وليد سليمان تحتيه من الشوط الاولاني كان قدر يعمل اكتر من كده، لكن واضح ان هو مهاجم جيد. فكل الناس بذلت جهد، ولكن احنا قلنا انه المهاجمين بص كل التمريرات اللي في العمق دي كمان اتعملت حلوه قوي من اعتقد من حسين الشحات لشريف، ودي طبعا واحده هايله من قفشه لمعلول. بص هدف برده 100%، كميه فرص سواء من على الاطراف سواء من العمق اتعملت حلو جدا، خاصه لما نزل قفشه وكهربا ومحمد شريف. كابتن اسامه، طب في مدارس في التدريب بتقول لك ايه؟ ان ضياع الفرص ما يهمش قوي، المهم انك تخلق وتصنع فرص وفي النهايه تطلع كسبان الماتش. ماشي، هو الطبيعي ان المدير الفني بيشتغل عشان انك تخلق فرص، لان الكوره لعبه خلق مساحات. صح. خلق مساحات الناس بتتحرك فيها، ده اللي بيعمله المدير الفني، ازاي تخلخل المدافعين، ازاي التحركات بين الفراوده ووسط الملعب. وبرده في تدريبات حاجات زي دي، انفرادات على الجون، حاجات من الجناب، حاجات من العمق بيتمرن عليها، ولكن برضو فيها موهبه شخصيه اللي هو حته التهديف دي. فصناعه الفرص مهم جدا. طبعا الكوره دي رجله الشمال هي مش اصل هي يعني طبعا في يعني غلوشه عليها طبعا برضو الكابتن ناصر عباس يقدر رجل المدافع اكيد هنتكلم فيها مع الكابتن ناصر عباس ان شاء الله. فخلق الفرص دي من مهمه المدير الفني، وطبعا تحركات اللعيبه نفسهم لازم يبقوا مساعدينه. واضاعه الفرص ممكن، ولكن برضو ما ضيعش فرص سهله جدا، لانك انت في ماتشات ممكن تجي لك فرصه او فرصتين. صح. في الماتش تقدر تخلص بيهم. ماتش مصر ممكن ماتشات تقف معاك، يعني ماتش دجله انا قلت لك احنا لعبنا كويس بس ضيعنا فرص. مزبوط. ممكن تقف معاك. مزبوط. فماشي انك انت تخلق فرص كتير وتجيب هدفين من وسط 10 فرص انت خلقتهم، ولكن برضو مهم جدا انك تتمرن اكتر، انك الفرص تحاول تجيبها على قد ما تقدر. ده الهدف الثاني معانا كابتن عادل وكابتن شريف. عادل بص يا كابتن، يعني بص برضو الزياده العدديه هنا يا كابتن عادل. الشوط الثاني واضحه لمهاجمين النادي الاهلي. نمشيها يا سمير، نمشيها. نكمل 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 يا سمير، نكمل. ده 5-4. بص يا كابتن، ليه وليد سليمان لعيب مهم في اي تيم في اي حته؟ ايوه، وليد سليمان من افضل اللعيبه اللي في مصر. دي حقيقه. ولازم نديله حقه تمام. ممكن وليد سليمان يلعب 5 دقائق. ايوه، في ناس تلعب شوطين مش مؤثره. مش مؤثره. وليد سليمان في لحظه. سيبك من كل ده، بص تحرك وليد سليمان. صح. ازاي يروح ويفضي نفسه في المكان ده؟ ده رقم واحد. صح. رقم اتنين، ازاي عارف علي معلول بيرفعها ازاي؟ ودي مهم، ده ذكاء لاعب. يعني في واحد ممكن يكون علي معلول واقف في الحته دي، ها
ممكن يروح له على البعيده. بس بص وليد هيعمل ايه بقى في التحرك؟ ما هو وليد ما ده اللي انا قلت لك عليه. وليد عمل ايه؟ وليد خد المدافع الأول. ورجع راح للحته الاخرى. صح. يعني عامل السكند موف اللي هو الحته الثانيه التحرك الثاني. فهنا بقى المهم ان وليد سليمان، عشان كده انا من الناس اللي بعشق وليد سليمان في كره القدم. لان وليد سليمان بيلبي طلب اي مدرب في الدنيا. وعلي عملها حلو قوي يا كابتن. اه طبعا. لكن عاوز اقول لك حاجه، لو وليد سليمان ما اتحركش التحرك ده علي معلول حتى لو عملها أزمة. عنده ازمه. مش هو بس، وعلي معلول من افضل الاظهره اللي انا شفتها، اللي بيبص لما بيروح على الطرف بيديها الواحد. بص وليد سرق الراجل ازاي في فعلا زي ما انت بتقول في التحرك. يا كابتن يا كابتن ايمن، وليد سليمان دايما محط او موجه تانية لاي مدرب، موجه ناجحه او بالمعنى الاصح عمق هجومي اخر ناجح. علشان كده النهارده يمكن احنا كنا اتكلمنا، عاوز اخدك بس للحته بتاعه الشوط الاولاني والشوط الثاني. احنا بنتكلم على ان الشوط الثاني كنا افضل واحسن. كنت افضل واحسن، لكن لو كانت المجموعه بتاعه الشوط الاولاني لعبت الشوط الثاني لعبت الشوط الاولاني، ممكن ما تبقاش الاداء كده، لان سيراميكا كان لسه عندها لياقه بدنيه وروح وجري وتخبيط. بس انت قلت ان سيراميكا مش هيقدر يجاري النادي الاهلي الشوط الثاني. بدليل كمان في حاجه غريبه جدا، النهارده نسبه التمرينات للنادي الاهلي ما حصلتش بقى لها سنه، 650 تمريره. علشان سيراميكا سلم لك المباراه الشوط الثاني ليه؟ مع فرقه نجاتا الاستحواذ 650، يعني في كل مبارياته منهم 544. سيراميكا مميزاتها في جميع الماتشات هي المتفوقه في الاستحواذ، فالنادي الاهلي حاجه ثانيه. لا غير كده كمان بقول لك ايه، نسبه التمريرات الصحيحه 544 تمام، بنسبه 84%. ويمكن لو انت شفتها كويس هتلاقي الشوط الثاني اكتر. ليه بقى الشوط الثاني اكتر؟ طبعا لانه هو سلم من الشوط الاولاني، لانه جيري كتير. هنا الوعي التكتيكي والخبرات بتاعه اللاعبين والجماعيه بتاعه الخبرات. يعني بص، هيثم مدرب كويس وعامل اداء مميز جدا، ولكن لسه الحته بتاعه الدوري الممتاز دي لسه شويه مع الاهلي مثلا ومع الزمالك، في فرق تلعبها بالشكل ده وفرق تلعبها بالشكل ده. ولكن خليني بس اخدك لاهم نقطتين النهارده. مكسب النادي الاهلي مكسب النادي الاهلي الحقيقي النهارده بواليا. ليه بقى؟ اولا انا شفت لاعب بيتحرك كويس، بيستلم تحت ضغط كويس، بيلعب للي تحت. في واحده عملها الشوط الاولاني لديانج، لو جبناها وشفناها هتلاقيها بمنتهى الجمال بتاع الفرود اللي شايف. اللي هو خدها على صدره ونزلها، قام حطها له لديانج، ديانج على الـ على الـ على البنالتي حطها في ايد الجون. ده رقم واحد. رقم اتنين والمهم، كهربا الماتش الخامس يا كابتن على التوالي كهربا احرز هدف. يعني بكل ماتش بيجيب هدف كهربا اخر خمس مباريات ليه. يعني كهربا رجع خطر. وخطر قوي. وكهربا لما بيجهز وبيبقى جاهز هينفعك كويس قوي. كمان محمد شريف. محمد شريف لازم يعرف ولازم اللعيبه تعرف ان العدد الكبير بتاع اللاعبين الاهلي، فانت لما تجيلك اي فرصه لازم تمسك فيها كويس. لان لعيبه النادي الاهلي كتير ودي حاجه مهمه جدا. بدري بنون المكسب بقى رقم ثلاثه، ده اللي من وجهه نظري مكسب كبير قوي. اكتر لاعب بيطلع الكره سليمه من رجله من ورا. دي رقم واحد. لما يجي يختاروا لجنه كره، كابتن ماهر اتكلم على اختيار لجنه التخطيط والاداره في انه اختاروا بدري بنون. يختاروا بدري بنون من وجهة نظري، لما نيجي نختار فرقة النادي الأهلي عمل حاجة كويسة، لما نيجي نختار لاعب بيلعب للنادي الأهلي كسير دي باك، ما نطلبش ان هو يكون قوي في الدفاع. انت تطلب زي بدري بنون كده، فكر عالي بيعرف يباصي. النهاردة بمجهود قليل حجز على كام كوره، ما عملش فيهم مجهود ولكن وصلها بالامان. لعيب دولي كمان يا عادل، ولعيب دولي ولعيب دولي. والوقفه بتاعته يا كابتن ماهر مهمه طبعًا للغايه طبعًا. بينهي طبعًا الهجمه من البدايه. صحيح كابتن ماهر، ليه الفوز اتاخر الشوط الثاني؟ عايز اقول لك ايمن ان احنا من بدايه المباراه والتشكيل احنا حاسين ان 10 ديت فرقه معانا بشكل كبير جدا.
وبلغه الكره ضاعت لنا يعني 45 دقيقه. يعني زي ما قال الكابتن اسامه الفوارق حصلت بعد ما نزل قفشه بالظبط. وبعد كده يعني دور المدربين بقى الشوط الثاني يعني مستر موسيماني بذكائه ان هو طبعا بدا التغييرات بسرعه واخد بالك، حتى كمان ما استناش 10 دقايق، ده بدا من بدايه الشوط الثاني. واحنا احنا خوفنا كمان نستنى 10 دقايق وبعدين يبدا يدفع باللعيبه المميزه الموجوده عندنا. وبعدين يا هناك يا سعدك اللي عندك لعيبه عندها مرونه تكتيكيه يا ايمن بنوعيه اللعيبه دي. وليد سليمان بخبرته، محمد شريف بتحركاته، كهربا بخبرته وتحركاته. احنا كلنا اجمعنا ان الشوط الثاني الكثافه العدديه في كل الكور اللي اتلعبت في الثلث الدفاعي بالنسبه لسيراميكا كان اكتر من 3 4 لعيبه موجودين للنادي الاهلي. مزبوط. ودي ما كانتش موجوده في الشوط الاولاني. مزبوط. نتيجه ان حصل مش بنقلل من لعبتنا في الشوط الاولاني، لا بالعكس احنا بنقول ان الشوط الثاني الخبرات نزلت. أيوه. والمرونه التكتيكيه نزلت، في خطوط عريضه ايمن بيقولها المدرب واخد بالك في الجمل التكتيكيه. لكن هنا بقى مهاره وامكانيات ومرونه لاعيبه النادي الاهلي اللي هي بتعمل لك حاجه انت ما تتخيلهاش. ايوه كابتن. النهارده زي ما انت اتكلمت على التحرك بتاع وليد في الهدف. يعني انت كنت كان عندك الحاجات دي. أيوة. يعني انت كنت مميز. أيوة. بالتحرك وبعدين عكس التحرك او رد الفعل. أيوة. فالنهارده وليد اللي احنا متعودين على الطرف او وجوده في العمق النهارده بيخش كراس حربه تاني. صحيح. ودي جراه طبعا وخبره من وليد وحس بالمكان اللي الكره هتيجي فيه. يعني انت خد بالك علي معلول ذكي عارف. أيوة. ان المكان ده اللي بين 6 يارد ضربه الجزاء ده المكان المؤثر. اللي بيجي منه الاهداف فبيضطر يركز. على انه يلعب فيه. أيوة. ومهاره لعيبه النادي الاهلي وامكانياتها التكتيكيه العاليه جدا ان هي بتروح في المكان ده. أيوة. فانا بحيي طبعا لعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني على التحركات اللي في العمق بالذات. احنا شفنا 1 2 و3 يعني من ضمن الحاجات الدبل باص. صحيح. الجميل. صحيح. في اختراقات وبعدين الكور اللي في العمق اللي قفشه بيعملها من اخطر الكور زي ما اسامه قال، حتى المدافعين بيجروا بوش المهاجمين. صحيح. يعني حتى لو خبط فيه هو هيجيبها جول المدافع. صح. فدي من ضمن الحاجات اللي بصراحه بتحسب للعيبه النادي الاهلي واحنا كمان بنتفرج مش قلقانين على النادي الاهلي. أيوة. يعني حاسين ان الجول جاي. أيوة. والجول الثاني جاي. أيوة. والجول الثالث جاي. مزبوط. فدي حاجه. مزبوط. يعني بنحيي كابتن شريف من مكاسب المباراه النهارده يمكن ظهور اكتر من نجم، يمكن عندنا 3 نجوم، بدر بانون عندنا تقريبا 84 تمريره من 87 بنسبه 97% ودي حاجه كبيره جدا. التمريرات الصحيحه التحامات الصحيحه 1 وخدها، قطع تمريرات 11 مره، قفشه صنع جول، عنده 22 تمريره من 28 تمريره صح، تمريرات بينيه 6، كهربا جاب جول، تمريرات صحيحه 17 من 18، وتصويبات على المرمى 2 من 3. لو قلنا واخترنا نجم من نجوم المباراه نختار مين؟ كل لاعبي النادي الاهلي سرعه التمريرات والتحركات. هو ده النجم النهارده. هو ده اللي انا ما شفتوش في الماتشات اللي فاتت دي كلها، عدم البطء في التحضير، عدم البطء في التفكير. النهارده في سرعه رهيبه جوه الملعب، ظهور اكثر من لاعب لاكثر من لاعب ازاي يسمح له ان يقدر يعمل له التشيب باس، يقدر يعمل له التمريره السليمه. اللعيبه كلها عملوا كومبينيشن مع بعض، اذا كان اول شوط او ثاني شوط بسرعات فائقه خلت ان انت عندك الاحساس خلاص السيطره حصلت على المباراه. أيوة. بقت زي ما احنا تمنينا في اول المباراه ان سيراميكا بقت رد فعل. أيوة. لفرقه النادي الاهلي. انا بختار اللعيبه كلها وان كان عايز تميز اي حد. بدر بانون لازم يبقى كده يا كابتن ايمن. أيوة. بدر بانون ده بيلعب في حته خطر جدا في الملعب. لازم يبقى كده، لازم يبقى بيكن باور. أيوة. لازم يبقى مار عمام، لازم يبقى كل اللعيبه الجيده اللي بتلعب في المكان ده، ابراهيم يوسف الله يرحمه. لازم يبقى بهذا الشكل. صحيح. ده المطلوب. انما صحيح. انا لو هختار انا عندي محمد مجدي قفشه هو صاحب التغيير في الهجومي، الشكل اللي يعني هو اللي بيعمل الاسيست اللي يخليك فرحان وهو رايح. أي. سعيد وهو بيعمله بالدقه. أي. دي انا عندي مجدي قفشه بالنسبه لي وعلي معلول هم كابتن اسامه من وجهه نظرك نجم المباراه وانت قلت فيه مفاجاه. لا لا مش مفاجاه ولا حاجه، انت كل الناس اللي قلتهم لهم تاثير كبير جدا، سواء بدر بانون اللي النهارده يمكن اكتر ماتش ظهر فيه لانه كان في ضغط شويه من سيراميكا على الجون، يعني عكس مثلا مباراه سونيديب اللي كسبناها 4 تقريبا ما راحوش ناحيه الجون، لكن النهارده كان في ضغط عليه في مواقف كتيره، واحد ضد واحد بيقطع كويس قوي. التمرير عنده مميز جدا، حتى التمرير الامامي في العمق للمهاجمين، يعني من ورا للمهاجمين.
بدر بدون عمل ماتش كويس قوي. طبعا قفشه كلنا قلنا نزل غير، كهربا جاب جون جميل جدا، بس انا تملي ما بملش للاحسن لاعب في المباراه اللي هو بيلعب 45 دقيقه بس، يعني أيوة زي قفشه وزي كهربا اثروا جدا. أيوة. ولكن في اثنين انا في تصوري هم كانوا نجوم اللقاء، بدر بنون وعلي معلول. علي معلول ما زال هو المفتاح الكبير قوي للنادي الاهلي للمكسب. الشوط الاولاني اخطر واحد فرقه النادي الاهلي علي معلول، عمل كرات عرضيه كتير، عمل واحده طوليه في العمق هايله لبواليا، بواليا سند وحطها لديانج سدد في المرمى، كانت هدف اكيد. عمل جون حلو جدا لبواليا قبل ما يطلع، بواليا جون فاضي بس هو يمكن حظه وحش وهو بيحطها برجله الشمال طلعت فوق العارضه. عمل الجون الثالث الثاني لوليد سليمان بتميز غير طبيعي، طبعا في انفراد هو راح بيه اتحرك كويس قوي، يمكن هو حطها مش وحش، لكن هو انا بين معلول وبدر بنون انا برضو بختار معلول نجم المباراه النهارده. سريعا كابتن عادل نجم المباراه، دي ياخد واحد من بره الملعب، دي من بره الملعب هتقول مستر موسيماني؟ ممكن ممكن يبقى موسيماني ده من بره الملعب. ها عارف ليه؟ ماشي عارف ليه؟ لانه انا من وجهه نظري كنت عايز اسال فيها، هل احنا الشوط الاولاني هو كان مجبر ان هو ممكن ينزل اللعيبه دي من البدايه؟ أيوة. لكن هو انا من وجهه نظري اتفرج على سيراميكا كويس، اجهدها الشوط الاولاني، الشوط الثاني نزل لعيبته وغير تغييرات مؤثره جدا، حتى تغيير وليد سليمان في الوقت ده، فانا بعتبره نجم المباراه النهارده. كابتن ماهر اخيرا نجم المباراه من وجهه نظرك؟ يعني عاد قال موسيماني من خارج الملعب، من خارج الخطوط، من داخل الملعب بدر بنون ومعلول ووليد سليمان وكهربا وقفشه، كل دول بصراحه. طيب خلاص ماشي. يبقى هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه اليوم. ارجوكم انتظرونا.